يديروا حاجه كما هذه. لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. نزيد ناكد ثانيه على حاجه، لاسونسور هذا كما صرا المالتي بوسيبل يزيدوا يصراو الناس الا ما حبستهمش هادو اللي راهم ريسبونسابل هنا في لوبيتال، يجيو يضحكوا ويوريو للوزير بلي تو فا بيان، يهضروا له على لي كاميزون مدينا للناس. واحد ما شاف كاميزون، ناس ما يدخلوا بلي ميكروب يشوفوها، وراه هذا اللي يبينوا بلي تو فا بيان والدنيا هذه ما كاين والو. انا اللي راني هنا من الصباح لليل، مانيش نروح، ما ناكل ما نشرب، راني قاعد هنا نشوف كلش. هما يجي يبينوا لهم غير تو فا بيان التوفات. اسمع اسمع استنى زيد، قتلنا طبيب يوم الثلاثاء في حدود الساعة 10:30 صباحا، وقع حادث مؤلم على مستوى مصلحة التوليد وجراحة أمراض النساء والتوليد، بحيث فيه عاملة موظفة مختصة في التخدير والإنعاش، نسموهم أوكسيليار أنستيزيري أنيماسيون، اللي وقعت اللي سقطت في لاكاج تاع لاسانسور. كيفاش تمت الظروف وكيفاش الظروف سقطت؟ لحد الان ما كان حتى اقرار حول هذه القضيه، التحقيق متواصل وان شاء الله التحقيق راح يدلي بكل المعطيات المتعلقه بهذه القضيه. فيما يخص المصعد هذا لاسانسور، ولا ما نسميوه بالمونت مالاد، المصعد الخاص بالمرضى، أؤكد بصفة رسمية وأتحمل مسؤولية ما أقوله وأتحمل مسؤولية كلامي بأن المصعد في حالة جد حسنة، وهذا ماشي أنا اللي نتكلم عليه، نهضر بهذا على أساس وثائق مكتوبة، وثائق رسمية ممضية ومسلمة من طرف الشركة الوطنية للمصاعد، لونتوبريز ناسيونال دي اسانسور، يسموها ليناسك، اللي هي اللي قايمة بعملية الصيانة على مستوى المستشفى، بدليل، وتقدروا تتوقفوا على الدليل هذا، تقدروا تروحوا درك بالكاميرا تاعكم وتشوفوا الوحدة التابعة للشركة هذه المتواجدة على مستوى المستشفى. كما درك تروحوا بالكاميرا تاعكم وتصوروا لاسانسور هذا، المصعد هذا، وتشوفوا باللي المصعد راهو في حاله جد حسنه. هذه النقطه الاولى. فيما يخص التصريح لم ادلي باي تصريح مفاده ان هذه الموظفه قامت بعمليه ولا قامت بمحاوله انتحار. اللي يهضر هذا فهو كاذب، واي شخص اللي يهدر كلام على هذه ابتداء من الزوج نتاع المريضه نعتبره باللي قذف، والقذف يعاقب عليه قانونا، وفي الوقت المناسب نروح للاجراءات القضائيه. بقدر ما اني متفاهم للوضعيه تاعو، بقدر ما اني نعطيه في الظروف نحوس نلقى له ظروف مخففه باش نفهم الوضعيه تاعو، نخليها هكذا نصيب نفسي امام يعني صدمه. كيفاش انسان كيما هكذا يتهم ناس، يتهم اداره مؤسسه باللي صرحت، وباللي كاين ناس اللي يصرحوا ويقولوا باللي دارت محاوله انتحار. الباب يفتح بين كارت ماليتيك هكا، بطاقه مغناطيسيه هكذا، وهذه البطاقه يمدوها غير اللي يهمه الامر، اللي يحتاج، خطر هذاك مصعد مخصص للمرضى باش نقلوا الاستعمال تاع، ماشي باش نقلوا، باش نديروا استعمال عقلاني للمصعد هذاك. هادو الناس اللي عندهم البطاقه محسوبين، ما مش الناس كل اللي عندهم البطاقه يا اخي هكذا يا استاذ. وكاين الناس يستعملوا المصعد هذاك وهما ما عندهمش الحق. واش راحوا داروا؟ وهذه النقطه اللي تخرجها التقرير والزوج يهدر فيها، راحوا داروا خيط دخلوه على الشباك ويجبدوا الخيط هذاك باش يفتحوا الباب. على هذه نقول الباب فتح بطريقه غير عاديه. لما الباب تفتح بطريقه، لانه من المفروض اي مصعد لا يفتح الباب الا اذا المصعد كان موجود على المستوى
على على المستوى المناسب، مادام الباب فتح بطريقة غير نظامية غير طبيعية، نقدر نتلقاو كل المفاجآت وكل الصعوبات. تبقى الطريقة الأخرى كيفاش دخلت للمصعد، راني في صدمة كيفاش واحد كيما هذا بطريقة هكذا بسهولة يبوستي اون فيديو في جريدة في الـ في الـ في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو ويهضر على الناس بطريقة كيما هذه.